السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بمشاهدي قناة السودانية 24 من داخل وخارج السودان. وزي ما تعودنا ان احنا كل يوم عندنا وجبات مختلفة، والنهاردة وجباتنا لسه مكملين ومستمرين. قلنا من يوم 5 ليوم 15 في الشهر ان احنا نعمل أكلات بنفس القيمة الغذائية للحوم ولكن بدون لحوم، ولسه مكملين معاكم مع الفول الصويا. واتسألت سؤال، هل يا ترى الفول الصويا ممكن نتواجده في بعض الأماكن هنا؟ بعد البحث عرفت ان هو موجود عند بعض العطارين. نسأل عليه لو هما بعض المسميات، يا إما اسمه الفول الصويا أو بروتين نباتي، يا فول صويا أو بروتين نباتي، ولو هنشتريه من أي دولة هنقول لهم برضو عايزين فول الصويا. لو إذا قال لك ما في فول صويا يبقى برضو نقول لهم بروتين نباتي. هو له مسميين دول لأن هو بالفعل نباتي، وقلنا اتكلمنا مبارح إن هو بيحمل الثمن أحماض الأمينية بل بالأكتر، يعني بيديني الأحماض الأمينية وأكتر من فول الصويا. يعني فول الصويا هنا بيديني تعويض كامل. طب لما باكله بيديني طعم اللحمة؟ بيديني طعم اللحمة. وبشهادة الزملاء لما أكلنا هنا وحبينا أتأكد كلامي صح ولا لا، اكتشفت ان الكل أشهد لي ان هو لحمة مش فول صويا، وهو كان فول الصويا. فدلوقتي هنطلع لأول طبق لينا، هو برجر فول الصويا. يلا بينا نشوف مقادير برجر فول الصويا ونرجع مرة تانية واحنا في انتظاركم ان شاء الله. ما تروحوش اي محطه لان احنا لسه معانا حاجات كتير مع بعض. اتفضلوا. اهلا وسهلا بكم مره تانية. اول حاجه الفول الصويا هنعملها ايه؟ هناخد كوبايتين ميه بالشكل ده كده، هنسخنهم مش كتير، يعني نص كده، ايه يعني نقول ده هيكون الميه دافيه كده بالشكل ده كده. قلت لحضراتكم امبارح ان احنا 4 كوبايات بنضيف عليهم كوبايه فول صويا بتديني المجموع كله 5 فول صويا، تمام؟ النهارده انا مش هزود الميه لان انا محتاج فول الصويا يكون يعني لسه متواجد، يعني مفيش ميه اكتر منه. انا محتاج فول الصويا بالظبط يكون شارب الكميه دي ومديني المعدل اللي انا عايزه. فهخليكم معايا حضراتكم، هنشوف الميه دي اول ما تدفى هعمل ايه دلوقتي مع فول الصويا اللي هي الكوبايه دي. دي اول خطوه، تمام؟ يلا تاني خطوه هنعمل ايه؟ هنجيب طوه زي كده، عندي بصله تكون ناعمه بالشكل ده، تمام؟ عندي فلفليه، انا اتلاقيت فلفليه الوان اشتغلت بيها لانها ناعمه، قطعتها ناعمه برضو. مش شرط الفلفليه لو موجوده في البيت الخضراء مفيش مشكله خالص، ماده دهنيه بالشكل ده كده. وعندي البطاطس سلقتها، خدها عشان افرمها. البطاطس مسلوقه اهي كده كده سخنه، او هي سخنه كده يستحسن افرمها وهي سخنه اهي، تمام؟ خدوا بالكم بالخطوات اللي انا ماشي بيها دي. حبيت برضو افرمها قدام حضراتكم عشان اعمل برجر ظابط مع بعض اهو. برضو امبارح قلت الناس اللي قال لك طب فول الصويا ده انا ما دقتوش قبل كده، قلت لا احنا اكلناه كتير مننا، يمكن نسبه كبيره جدا من شعب السودان ومن اي شعب بياكل فول الصويا، لكن هو محتواه موجود في البرجر، تمام؟ اول حاجه بضيف كده البصل كده بالشكل ده، تمام؟ امبارح وبل البصل هتستوي معايا، امبارح عملنا مع بعض حليب فول الصويا. يلا تاني هعمله النهارده على السريع مع حضراتكم عشان هقول لكم هعمل ايه بالحليب ده. هضرب كده ضربه وزي ما حضراتكم شايفين امبارح قلنا عشان اوصل للجاك ده قلنا كوبايه فول صويا معاها 4 كوبايات ميه، تمام؟ هاخدها واحطها هنا قدام حضراتكم. طبعا انا ضربتها قبل ما اطلع على الهواء لان هي بتاخد زمن طويل، وضربتها دلوقتي مع بعض. بنديلها 10 دقايق كده، ايه تكون فين؟
في الخلاط ده بتتضرب، وهنتابعها ونشوف شكلها عامل ازاي. هنا البصلاية اهي، شايفين هنا المية قربت تتدفى ازاي؟ هبتدي اسحبها كده على البارد كده، واحط فول الصويا ده هنا كده. وخلي بالكم شوف هيحصل ايه دلوقتي، ناخده ونرفعه قدام حضراتكم هنا اهو، ونشوف البصلة اخبارها ايه كده. تمام، هنزل بالفلفلية. القصة مش ان انا محتاج ان انا اسويها، لا هو مش محتاج تسوية، بس هو بياخد النار بيشم بس النار بالشكل ده كده. وعندي جزر مبشور اهو، لو لاحظتوا المقادير بتاعتنا مش مكتوب فيها بهارات، مش محتاج بهارات. في برضو طريقة تانية للبرجر، طبعا بنضيف بهارات وبنضيف كل الحاجات اللي احنا عايزينها، بعملها لكم مرة بالعدس اللي هو الاسمر، في مرة ان شاء الله بنعملها لكم. بس خلينا ايه الاول، ان انا الفكرة بتاعتي كلها هي في فول الصويا بالشكل ده كده اهو اهو، بنقلب بنشرب كل ده مع بعض. وزي ما حضراتكم شفتوا هنا البطاطس ايه فرمتها قدام حضراتكم كده، كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. عايز نقرب ده كده عشان تشوفوه اكتر. شايفين هنا حصل ايه؟ بدا ينفش ازاي معايا، الكاميرا تكون جايبه لنا التفاصيل الحلوه دي. هنا شايفين بدا ينفش ازاي، بيدينا الضعف اهو قدام حضراتكم الحاجات خطوه خطوه. تمام، وقلنا فول الصويا مهم جدا، تمام، بيديني بروتين اللي موجود في اللحمه، بل بيديني اكتر من اللي موجود في اللحمه، دي حاجه مهمه. مميز جدا للاناث، للشعر، للبشره وللذكور، يعني في كميه من الغذاء عاليه جدا. هنا حضراتكم عايز الكاميرا تجيب كل ما بتنفش ازاي قدامكم، شايفين هنا بينفش ازاي اهو، كل شويه تلاقي حجمه بيتضاعف. يعني لو لاحظتوا ماشيين معايا خطوه خطوه هتلاقوا هنا بيتضاعف، كل شويه بيتضاعف والميه بتخف، بيشرب هو الميه ويتضاعف. بدا ينفش معايا ازاي اهو. طيب انا علشان طبعا خلاص مستعجل ان انا عشان اوريكم الطبق ده بسرعه، هعمل ايه تاني خطوه؟ هاخد من هنا اهو، طبعا الاصول ان هو ما يكونش فيه اي كميه من الميه نهائي، بيشرب الميه كلها. تمام، واجي هنا بس للاستعجال طبعا اضطريت ان انا اطلعه، لكن كل ما هسيبه اكتر في الميه كل ما هيتضاعف معايا اكتر. تمام اهو، الكميه دي كلها هنا كده اهو كده، كل ده كده على النار بياخد حقه كامل على النار كده. بعد كده هعمل ايه؟ عندي صوص الصويا، صوص صويا طبعا اللي هيديني كمان اللون بتاع اللحمه، وعندي توم كده اهو، كل ده كده اهو، واقلب كده الكلام الحلو ده كده مع بعضيه اهو. شايفين حضراتكم خطوه خطوه اهي كده، كل ده عايزه مع بعض يشتغل كده. وهنزل كده كده لحد هنا اللون ياخد معايا ظابط كده اهو. وطبعا متابعين الحليب بتاعنا ماشي ازاي كده كده، ناخده بقى على نار عاليه شويه هنا كده بس، بنعلي شويه النار عليه اللي هو يبقى منه خلاص كده اهو، بس ايه يشرب كل ده، يشرب مع بعض كده. اللون ده انا عايزه يتمزج مع الصويا اللي هو صوص الصويا اللي انا ضفته حالا، عايزه يتمزج مع اللون ده عشان يديني اللون الغامق بتاعي اهو كده. نوطي بقى النار دي مش محتاجها كده، كل ده كده مع بعض اهو، شايفين حضراتكم كده مفيش سائل اهو، كل ده انا عايزه يدخل كده مع بعض اهو. تمام كده، اغطي بس ايه، عايز اوريكم ده شكله ازاي. وطبعا هسيبه على النار يغلي ويديني ايه، شايفين حضراتكم الحليب عامل ازاي، كل ده هيدوب مع بعض. ولما اجي هصفيه هوريكم انا بصفيه ازاي. ليه انا بعمل الحركه دي؟ احنا امبارح طلعنا منه الحليب اللي هو الصويا، تمام، النهارده هنطلع الجبنه بتاعه فول الصويا. تمام، هنوريها لكم برده واحنا ماشيين مع بعض خطوه خطوه، كل ده يتقلب كده. هنيجي هنا بقى
فين كده. بسم الله هاخد الحاجات دي كده واجي هنا كده، كل ده كده اهو، كل ده خليه ينزل كله كده مع الصويا مع كله. طب انا ما عنديش المضرب ده في البيت، مش مشكلة، عندك الكبة موجودة في البيت بتقول لك برضه بنفس المهام دي. اهو شايفين الضرب ده، خلي كل المكونات دي كلها تخش مع بعض. المكونات دي انا عايزها كلها كده تختلط ببعضيها، تمام. بعد كده عندنا البطاطس اللي احنا سلقناها، هندخل ده على ده عشان يدينا اللي احنا عايزينه من البرجر كده. نيجي هنا كل ده بقى هنقلب بقى الكلام ده. اهم حاجة عندي بعد ما هقلب الشغل ده كله لازم يقعد في التلاجة يوم كامل، تمام. اهو شايفين بقى كده، في حاجة بس هنزودها زيادة مع بعض دلوقتي هحطها قدام حضراتكم، ده السمك. وده فعلا عجينة البرجر لما باجي اشتغلها بتبقى معايا بنفس السمك ده، تمام. اللي هو احنا هنتقلها شوية معايا بقسماط، مفيش بقسماط مفيش مشكلة خالص. في البيت لما يكون عندك رز اطحنيه وحطيه هنا اهو كده، تمام. ده السمك اللي انا عايزه اهو بالشكل ده، حلو الكلام اهو كده كده اهو، تمام. طووا على النار، نحطها قدام حضراتكم. ده كده بيكون انتهى، هو دخله التلاجة اهو. بس هاخد منه بقى حبة صغيرة هوريكم لما اجي اعمله برجر هعمله ازاي كده، بكيس بقى غطيه باي حاجة. احنا دايما قلنا ايه، الحاجات اللي نحطها في التلاجات لازم نغطيها عشان التلوث العكسي اللي هي الحاجة بتاخد طعم الأكل المكشوف، تمام. وقلنا الحاجات دي أقرب حاجة ليها المية، لما بتحطوا مية في التلاجة مكشوفة بتلاقوا طعم الأكل المكشوف، تمام. أهو بسم الله يلا بينا. شايفين حضراتكم أهو أهو عامل كمية حلوة أنا أهو، شايفين الكلام ده أهو قدام حضراتكم، تمام. طيب انا عملته ازاي كده، ابتدي اجيب حاجه بس ايه اهو، بجيب ورقه زبده، كيس عندك نايلون ما في مشكله خالص بالشكل ده كده اهو، اي حاجه في البيت بس يستحسن ايه لما يكون ورقه زبده بيظبط معايا، ما فيش مشكله خالص. لو عندك كيس في البيت ما فيش مشكله، هناخد جزئيتين دول كده نركز مع بعض. هاخد الحته دي هوسع لكم كده عشان الكاميرا تجيب التفاصيل، هنحطها هنا تمام. وهنيجي للجزئيه دي هنعمل كده اهو. عندك حاجه غير دي اللي هو اللي انا بعبي فيها دي، مفيش مشكله الموجوده عندك، تمام اهو كده. بس طبعا اللي انا بعمله دلوقتي ده ما يتعملش غير لما يدخل الثلاجه، بس انا حبيت بس اوريكم الفكره. بس نرفع بس ده كده عشان النار عاليه، تمام. اهم حاجة عندي ان اللي انا بعمله دلوقتي ده لازم يخش التلاجة، ياخد حقه في التلاجة نص يوم، تمام. بعد كده ما اطلعه من نص يوم هعمل ايه، هروح تاني مصبعه زي كده واجي هنا كده، شايفين حضراتكم اقلبه هنا بشيل كده وباجي بالورقة دي، تمام اهو، وباجي كده بايديا تكون جايبه التفاصيل دي اجي لكم هنا في الحته دي كده
عشان التفاصيل تظهر مهمة جدا. هاجي هنا أصبع كده بالراحة أهو كده. أهم حاجة يكون عندي ورقة زي دي كده أو كيس، مش مشكلة. عشان ليه بقى؟ عشان لما أجي أحطه في الطوة أروح رافع بس الكيس ده كده، تمام؟ ده القصد. ناخد دي كده خلاص دلوقتي، ونبتدي هنا ننزل مادة دهنية صغيرة زي كده. دي هرفعها خلاص، دي اللي هي من بدري. أهم حاجة عندي إن هو يتجمد في التلاجة، ده مهم جدا، ما نطلعهوش وهو بارد. بس خلينا ننضف بس المنطقة دي كده شوية مادة دهنية. هجيب بقى زي كده، حضراتكم شايفين برفع كده بنزل هنا كده. عرفتوا بقى الورقة دي مهمتها إيه؟ عشان أعمل كده كده، وأجي اللي بعد كده كده. شفتوا القصة؟ هنرفع بقى نعمل شوية إيه سندوتشات كده مع بعض، نشتغلها مع بعضينا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب بقى العيش بتاعنا ونخلي ده يستوي، وعندي شوية خضار كاتشب. هنعمل حبة بقى السندوتشات كده مع بعض زي ما انتوا عايزين كده، بس ما تقلبوش البرجر وهو لسه ما استواش، ده مهم جدا كده اهو. موضوع سهل، عايزة تضيفي مايونيز ضيفي مايونيز زي ما انت عايزة، تمام. هنيجي هنا مستردة كاتشب، انا طبعا مسوي قطعتين برضو هجيبهم اهو، عاملهم في الفرن. دول انا سويتهم في الفرن، تمام. يعني ممكن اشتغل بالفرن او ممكن تشتغل بالفرن، مفيش مشكلة خالص كده. يلا اهو تمام. القطعة دي عندي جبنة شيدر، ضيفي جبنة شيدر كده اهو. نيجي هنا كده، ممكن تحطها كده اهو، تمام. ممكن فلفلية خضراء زي ما انت عايز اهو كده كده. تمام اهو، موضوع سهل وبسيط اهو. عايز تحطي مايونيز بقى براحتك، اكلي ولادك بحاجة سهلة وبسيطة زي كده، تمام. نيجي بحاجة زي كده ها، توزبيكس اهو. شايفين حضراتكم البرجر موجود اهو عندي بيستوي، شايفين حضراتكم اهو. وده هاجي كده كده اهو كده اهو، واجي كده. عندي برضو حاجة عملتها قسمتها نصين كده، ده اول واحد اهو قدام حضراتكم اتعمل، وده اللي انا عملته بره الهواء، تمام. هشوف كده الزبتول نقلب اهو، شايفين حضراتكم متماسك ازاي كده، بس مجرد ان هو ايه يستوي. خلونا ايه، طبعا عندي البرجر شغال على النار وبيستوي، وهعمل معاكم السندوتشات. خلونا نطلع الطبق التاني نشوف تفاصيله، وانا معاكم مستمر ان شاء الله.
حضراتكم مرة تانية. شفنا المقادير على الشاشة، فول الصويا بالشوربة، هنعمله برضو فكرة ظريفة كده مع بعض اهو. اول حاجة بحط الطاوة بس تسخن معايا، هنزل بالمادة الدهنية بتاعته اهو كده، وطبعا الفول الصويا هنا برضو هنا بل اهو وتضاعف معايا كده. مجرد بس هنا تنشف بس معايا الطاوة، هنزل بالمادة الدهنية تمام. بصلة مع التوم اهو، وهقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. هنزل بالتوم كده، وعندي برضو ما تنسوش ان انا عندي البرجر مستمر موجود ايه على النار، هو بياخد حقه في السوا كده. ده يشتغل كده مع بعض. هعمل ايه؟ هبتدي ان انا اصفي فول الصويا ده مع حضراتكم هنا كده اهو من المية بتاعته خالص، واجي هنا انزل ده كده، عايزه يتحمص بس ايه حاجة بسيطة كده مع بعض. وعندي الجزر وعندي البطاطس وعندي البقدونس والبهارات، بس ده يشتغل كده مع بعضين تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده، هنطلع فاصل صغير ونرجع مرة تانية، وانا في انتظاركم، ما تروحوش اي محطة عشان نكمل بقية اطباقنا. واهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. كل اللي احنا عملناه نزلنا الماده الدهنيه، نزلنا البصل مع الثوم قلبناهم، نزلنا معانا فول الصويا اللي كان مبلول اصلا وبدا ان هو ياخد تشويحه حلوه كده، وبعد كده نزلت بالشوربه بتاعتي الكوبايتين الشوربه مع كوبايتين الميه، ونزلت بالجزر والبطاطس المقطعه زي حضراتكم كده شايفين. عندي البقدونس بس مش هنزل بيها دلوقتي، هنزل بيها بس شويه وهنزل بيها تمام. ده اللي عملته انا بره الهواء، ان انا نزلت بس حطيت الميه وحطيت الشوربه وحطيت الجزر والبطاطس قدام حضراتكم اهو. عندي البرجر هنا بيستوي، عندي البسبوسه بقى، عايزين نشوف بقى البسبوسه بتتعمل ازاي. خلينا نطلع نشوف مقاديرها ونرجع مره تانية واحنا في انتظار حضراتكم ان شاء الله. واهلا وسهلا مره تانية بحضراتكم. نزلت طلعت بالبرجر اللي انا عملته قدامكم. يلا خلوني بس ايه قبل ما نخش في طبقنا التاني، البرجر محلاه مع البيض اهو كده. نعمل بقى واحد كده بالبيض سريع، وبرده هشتغل معاكم البسبوس ها كده عشان ايه نعمل سندوتش كمان بالبيض. وهو بيستوي خلينا نخش في طبقنا التاني. اول حاجة عندنا السامولينا، هنحط عليها اول حاجة المواد الجافة. عندي هنا جوز الهند
اهو كده بالشكل ده كده تمام. عندي السكر اهو كده، وعندي حليب بودر اهو كده كده كده، عندي الفانيليا بيكون بودر، رشة الملح كده اهو، ولا الفانيليا رشة الملح رشة صغيرة كده. عندي طبعا السمنة لكن مش هضيفها دلوقتي. اول حاجة هعمل ايه؟ كل المكونات دي كده خليها تخش كده مع بعض بالشكل ده كده اهو كده اهو تمام. نرفعها دي خلاص كده كده، كل ده كده مع بعض. حلو الكلام كده. عندي السمنة هدخلها بس في الفرن دقيقة، أنا عايز أحطها وهي دافية، وهاجي هنا الحليب عشان برضه هدفيه كده في نفس القالب ده. الكوباية بتاعتها مفيش مشكلة عشان ده نفس المعيار بتاعنا، تلات تربع أهو بالشكل ده كده تمام. اه طبعا صحي جدا لما انا اجي اخد البضايه اللي هو نص تسويه. نشوف الشوربه بتاعتنا ماشيه ازاي اهي، والحليب خلاص نفصل عليه. يلا كده خلاص ناخد الزيت اللي هو السمنه، بس دخلتها في الميكرويف كده بالشكل ده كده، وهحط اللبن برضو في الميكرويف برضو، انا عايزه دافي اهو. واجي هنا نجيب حاجه بس نبس بيها كده ايه اللي هو كده مع بعض بالشكل ده كده، شايفين حضراتكم اهو كده كل ده كده مع بعض. هستخدم ايدي دلوقتي بس مجرد بس ايه يطلع اللبن، شايفين الكلام ده اهو، بسبوسه يعني تبسيسه يعني نبسس بقى بالشكل ده كده، شايفين اهو كده اهو. يلا ناخد ايه الحليب بقى كده كفايه عليه. شايفين حضراتكم بعمل ازاي؟ مش بعجن يعني، لو لاحظتوا شايفين انا ماشي ازاي كده، نفس اللي انا بعمله ده في البيت حضراتكم تعملوه. دي الخطوات لنجاح البسبوسه اهو كده، لحد لما احصل على العجينه اللي انا عايزها اهو تمام كده. اتعودنا ندهن الصينيه بتاعتنا بماده دهنيه زيت او سمنه، النهارده هندهنها بحاجه مختلفه خالص هتشوفوها معايا اهو. شايفين حضراتكم ببس ازاي؟ مش بعجن وبروح وباجي، لا اهو كده كده زي الفل كده. انا خدت ايه سمك العجينه اهو تمام. دي اول واحده. حلو هنعمل ايه بعد كده؟ عند طحينه اهي، الطحينه موجوده في البيت اللي هي الطحينه العاديه دي. هاجي اعمل ايه؟ هاخد الطحينه دي كده اهي، واجي ادهن كده الجناب كده، وشايفين الجمال ده اهي. طب مش هتلزق يا اسامه الصينيه ده؟ لا مش هتلزق ولا حاجه، وهوريها لكم برضو احنا عملناها بره الهوا صينيه وظبطناها وقدامكم دلوقتي هتشوفوها اهي كده. وخدوا بالكم هتديكوا طعم حلو 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 جدا، يعني في الارضيه دي هتلاقي في طعم كده كانك بتاكل حاجتين مختلفين اهو. ننزل كده كده، نيجي هنا كده اهو، شايفين حضراتكم كده اهو، والشوربه بدات تطلع معايا، اروح مخفف النار بتاعتها شايفين، على طول اروح رافع كده سريع اهو كده كده شايفين اهو. خدوا بالكم طالما في فول الصويا دايما اكون حريص من النار لانه بيرفع بسرعه، فطوالي بشيله بحطه على نار هاديه تمام اهو. شايفين كده اهو ببتدي ان انا اسويها كده اهو، شايفين حضراتكم اهي كده. بعد كده بعمل ايه؟ فول مصحون كده كده اهو، الفول السوداني الموجود في البيت
باخده بفرمه كده ايه على ايدي كده اهو كده مع طعم الفول ده، هيديكم طعم حلو هتجربوه ان شاء الله بيعجبكم. اهو شايفين كده اهو اهو شايفين كده اهو شايفين الحلاوه دي. يلا بعد كده هعمل ايه؟ هشوف اخبار الفرن بتاعي. طبعا انا حاطط فيه برجر قرب ينتهي اهو كده، شايفين يا جماعه انا حطيتها في الفرن اللي في النص، والبرجر بتاعنا برضو دخلت جزء هنا في الفرن ودخلت جزء عملته قدام حضراتكم، بس هو محتاج وش صغير تاني واروح رافعه خلاص. تمام كده عشان بقى نكمل السندوتشات بتاعتنا اهو. اهم حاجه ايه؟ نظبط دنيتنا دي، ننضف خالص ونشوف اخبار الشوربه ايه. اهي ما شاء الله كده. اعمل ايه هنا بقى؟ هنزل البقدونس كده، ده اللي هو الشوربه اللي احنا عملناها في الاول مع بعض. هننزل كده نقلب التقليبه بتاعتنا الحلوه دي. هناخد الملح كده اهو، فلفل اسمر شايفين حضراتكم اهو كده، المرقه اللي هي الشوربه اللي انا حطيتها مع كوبايتين ميه، بس هنخليها تاخد بقى ايه شويه ميه صغيرين كده، شويه نار عليها كده بسيطه، نرفعها هنا دي نارها جاهزه. يلا كمل نارها هنا بس ويبقى خلاص انتهت. ارفع بقى اللي انا عملته حالا عشان نكمل بقى بقيه السندوتشات نعملها بشكلنا ايه بالشكل التاني. عايز اوريكم برضو البسبوسه موجوده قدام حضراتكم اهي على الشاشه. تمام شوفوها كده اللي احنا اشتغلناه حالا مع بعض. زي ما حضراتكم شفتوا البسبوسه شكلها ازاي. يلا بجيب حاجه زي كده، شاشه اي حاجه موجوده ممكن نستخدمها بالشكل ده كده. ونيجي نعمل ايه؟ هناخد ده حليب الصويا. هعمل ايه؟ هاخد اصفيه هنا كده. حلو حلو اهو، بنزل بده كده، دي اول خطوة. اجي كده شايفين بصفي ازاي اهو لحد لما ينزل خالص، اتاكد ان هو نزل خالص كده. تمام بس كل ما يبقى بارد احسن كده اهو، اتاكد ان هو يبرد نهائيا اهو شايفين كده. ده الحليب الصويا لما بيتصفى يستحسن ان هو يتصفى بشاش زي ده. امبارح صفيناه طبعا بالمصفى، بس كل ما صفيه بالشاش احسن، بيديني نتيجه احسن، ما بيكونش فيه اي رواسب نهائيا. تمام حضراتكم لما عاوز اعمل الجبنه، جبنه الصوص صويا، هيكون عندي اربع كوبايات من دول، اربع كوبايات حليب صوص صويا فول الصويا، معاهم نص كوبايه من الليمون، معاهم معلقه صغيره من الملح. طب دول في مقدار كوبايتين، يبقى انا هحط ايه؟ اقل من الربع بشويه اللي انا هضيفه دلوقتي. خلي بالكم شايفين الميه دي عامله ازاي اهو، لحد لما ده اتاكد انه يصفى خالص اهو كده. تمام اهو لحد لما شايفين حضراتكم ده يطلع خالص كده. اشوف لكم حاجه عشان نعمل عليها اكتر اهو كده، اهي كده شايفين ده يطلع كده بالشكل اللي قدام حضراتكم ده اهو كده اوضح. تمام ده كده انا مش محتاجه، ممكن قلنا حضرتك ممكن تدخلوه برضو لان هو كده مش منتهي، ممكن ندخله في اي حاجه. اجي فين؟ هنا كده شايفين ده كده هيعمل ايه؟ عند الليمون اهو، هنزل بهنا شوفوا حصل له ايه، هوريكم دلوقتي كده بمعلقه كده بدا اللون بتاعه يتغير ازاي. اللون اتغير. طب هيتقل امتى؟ لازم ياخد معايا من النهارده لبكره، من النهارده لبكره هنشوف اللبن بتاعنا هيبقى عامل ازاي، الجبنه بتاعتنا هتكون عامله ازاي مع نتيجه اللبن ده. ونحط بقى الملح اهو وكده بيكون انتهى. بنقلب كده هنشوف بعدين بيكون عامل ازاي. ده البسبوسه لما تطلع هنسقيها وهي سخنه
هنسقيها الشربات بتاعها او السيرب بتاعها وهي سخنة عشان تدينا النتيجة اللي احنا عايزينها. كده بطلع خلاص الصاج اللي جوه ده. بسم الله. ده كده اهو. نجيبه لكم هنا كده. اهو شايفين حضراتكم؟ برجر اهو. هنا لون وهنا لون. هنبتدي نشتغل لنا برضو نعمل لكم كمان سندوتشين كده عشان ايه؟ يبقى معانا كل حاجة مظبوطة. برجر تكلفته بسيطة جدا. سعره مناسب. تقدروا تشتغلوه في البيت اهو. ناخد دي كده. كده اهو. ناخد حباية البرجر دي اهي شايفين اهو. كده. تمام. ناخد البضاية دي كده. اهي. الناس اللي بتحب بالبيض عملنا لكم البيض. نيجي كده بالطماطم. نديله كاتشب. اهو. تمام. كده مفيش حاجة صعبة ولا مستحيل. واحنا في البيت ناكل ولادنا احلى اكل اهو. تمام. نعمل اللي بعديها كمان. نوريكم كل التشكيله. ناخد كمان واحد اهو كده اهو كده. ده اخر واحد كده عملوه لحضراتكم. تابعونا اهو. مايونيز نعمل برضو مايونيز في يوم برضو كده. كاتشب. يلا ناخد ده كده. ناخد في النص قطعة الجبنة. طبعا لو عايزة الجبنة تسيح هتدخلها في الميكروويف بتسيح عليها بتطلع برضو شكلها ظريف. اهو كده. ناخد دي كمان كده اهي. نديها شريحة طماطم. كده شريحة واحدة حلوة. كده. وده ممكن توزبيكس مفيش مشكلة خالص. الخلة دي بتدينا منظر. اهو. ونروح رافعينه هناك. عشان يبقى معانا ايه زي ما انتوا عايزين السندوتشات. هنعبي الشوربه خلاص. اهو دي الشوربه بتاعتنا اهي. فول الصويا مع الجزر مع البطاطس. قيمه غذائيه عاليه جدا اهو. ذاتها الالوان تفرح كده. انا شايف كده مناسب جدا للطبق اهو. وده قدام حضراتكم شايفين اللون اتغير ازاي. ده اللي هعمل بيه طبعا منه الجبنه. خلينا ارسلكم بقى شويه البرجر دول. كده لازم يشد شويه ينشف. بس ارفعه لكم كده بالشكل ده كده هنا. نرفع لكم بقى كل الحاجات دي هنا. ده حضراتكم خليكم متابعين معانا. بكره ده هنعمل بيه الجبنه. عملنا تفاصيله النهارده. بكره ان شاء الله الناس متابعانا وخليكم متابعانا لحد بكره ان شاء الله بنطلع لكم منه الجبنه وطريقته هتكون ازاي. وبكده بنكون وصلنا لنهايه اطبانا. عملنا مع بعض برجر فول الصويا تكلفته بسيطه وسهله مش مكلفة. عملنا منها سندوتشات تفرحوا بها أولادكم وحبايبكم. عملنا شوربة فول الصويا واتكلمنا عن تفاصيلها. عملنا البسبوسة قدام حضراتكم وادينا لها اللون الأخضر ده. بناخد الفول برضو نديله لون طبيعي ونشكل بيه زي ما حضراتكم شايفين. وبكده وصلنا لنهاية حلقتنا. بكرة تابعونا إن شاء الله بنفس الميعاد مع أطباق جديدة ولسه مكملين مع فول الصويا واختراعاته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.